المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. بهذه الترانيم تحتفل الطوائف المسيحية بولادة طفل المغارة يسوع المسيح، الذي جسد معاني السلام والتسامح والمحبة بين البشر ليكون المخلص. أكيد اليوم بصرنا نرحب بالأب الياس حبيب راعي كنيسة مار الياس الغيور. يسعد صباحك وميلاد مجيد، وشكرا اليوم على استضافة في حرم الكنيسة. أهلا وسهلا وميلاد مجيد وسنة جديدة مباركة على الجميع يا رب، عليكم وعلى قيادتنا وعلى شعبنا وعلى جيشنا وعلى كل أهلنا اللي نحبهم كثير. ميلاد مجيد عليك أبونا وعائلتك يا رب وعلى كل رعية الكنيسة. نحن بالبداية عم نمرق بظروف صعبة، الميلاد شوي عم يكون حزين، يعني ظروف اقتصادية صعبة على العالم، وضع صحي كورونا منتشر نوعا ما، لازم نحن نكون أكثر حذر وبالإضافة نحتفل بالميلاد. كيف فينا نحن نوفق بين التباعد الاجتماعي ونكون حذرين من الأمراض والكورونا وأيضا نحتفل بالعيد؟ بداية أنا بدي مثل ما تفضلتي بدي أربط بين مغارة الميلاد وبين مغارة تانية نحن مننطلق لها باتجاهها، يلي هي مغارة القبر يلي جسد الرب يسوع المسيح نحط فيه. يعني نحن بداية القصة بتبلش بمغارة وبتنتهي بمغارة، بس المغارة اللي انتهت فيها هي مغارة القيامة. فاللي أنا بدي أربطه اليوم إنه نحن عايشين زمن ميلاد فرحانين. ليش؟ لأنه فرحانين لأنه عارفين حالنا رايحين للمغارة الثانية اللي بده يصير فيها الخلاص، نور الخلاص بده ينبعث من القبر، من مغارة القبر. من هيك نحن اليوم نحتفل بالمغارة وعيننا على المغارة الثانية. نحن اليوم بسوريا عايشين كأنه عايشين بمغارة، بس ظروف اللي كلها اجتمعت حوالينا، إن كان ظروف الحرب أو الظروف المعيشية والكورونا وكل هالأمور. بس اللي بيفرحنا أنه كلياتنا أمل أنه نروح من هاي المغارة لمغارة الخلاص، يلي منها رح ينطلق النور والفجر ويعم العالم كله، وأول ناس أكثر شيء السوريين، لأنه بالفعل بيستحقوا كثير فرح وسعادة، ونحن بنستغل المناسبات نعيش شعبنا شوية فرح وشوية سعادة، نسيهم همومهم نسيهم تعبهم. آمين. مثل ما ذكرت أبونا، الشعب السوري بيستحق الفرح بعد العذاب، أيضا الولادة المخلص اليوم بهذا النهار المقدس والمبارك بجسد كثير معاني، وكثير فينا من خلاله نوجه رسائل أنه نحن أكيد المخلص قادم ليخلص العالم من كل الشرور، من كل الكوارث وأيضا الأوبئة. اليوم معاني الميلاد تتجسد بطفل المغارة، خلينا نحكي عن أول معنى من معاني الميلاد. حابب اليوم أحكي لكم عن الميلاد بطريقة كأنه نحن بمدارس أحد مع الصغار، لأنه دعوا الأطفال يأتون إلي وبراءة الأطفال وكذا. بمدارس الأحد بدنا نعلمهم ليش يسوع اتولد، ليش يسوع ولد، ليش الميلاد موجود. فبنسألهم سؤال، بنقول لهم إذا أنت بدك تفهم نملة إنك بتحبها شو بتعمل؟ فالأولاد بيجاوبوا، بيقول واحد إنه بحميها بمشي وراها مشان ما حدا يدعسها، واحد تاني بيقول برمي لها أكل مشان تاكل، واحد بيقول باخذها لعندي بحطها بالبيت عندي وبعيشها معي بالبيت تبعي. فبالأخير نسألهم دخلكم اللي اذا رميتوا اكل او مشيتوا وراها او اخذتوها عرفت النمله انكم بتحبوها؟ بيقولوا لا. بيقولوا طيب شو الطريقه الوحيده اللي ممكن تفهم النمله انك انت بتحبها؟ لما بيعجزوا بنقول لهم انه ببساطه بصير انا نمله وبحكيها بلغتها وبقول لها انا بحبك. يسوع لو رمالنا اكل وحمانا واخذنا لعنده وكذا ما عرفنا انه يسوع بيحبنا. تنعرف انه يسوع بيحبنا كان لازم يسوع يصير مثلنا،
ياخذ جسدنا ويحكي معنا بلغتنا ويقول انا بحبكم حتى النهايه، بحبكم ومستعد موت من اجلكم. هي اول معنى واهم معنى من معاني الميلاد للرب يسوع المسيح، انه جاي تقول لنا كلمه واحده بس، انا بحبكم، جاي تحبكم بس. يعني أبونا، بما أنه عم نحكي عن مدارس الأحد وبما أنه نحن اليوم موجودين بالكنيسة بكنيسة حضرتكم، خلينا نحكي يمكن أفكار هي أخلاقية لازم تتجسد عند الأطفال الصغار. خلينا نحكي عبر الأنشطة يلي بتقدموها، كيف أنتوا احتفلتوا بالميلاد بالأيام القبل؟ كيف زينتوا الشجرة؟ كيف علمنا الأولاد فعل الخير؟ كيف بمدارسنا يوم الأحد نحن بهالظروف الصعبة عم نعلم الأولاد يحبوا غيرهم من خلال الأنشطة؟ بصراحة نحن يعني هالسنة حاولنا نحتفل بحسب الظروف اللي نحن عايشينها، فحاولنا نعلم الأطفال إن كان بمدارس أحد أو بالكشاف إنه نقبل الآخر، نساعد الآخر، نتقاسم نحن وياه فرحة العيد. حتى شايفين أسعار الزينة العيد غالية، خلينا نعملها نحن، فنحن عملناها من إعادة تدوير بعض الأشياء. وظهرت بعض الخدمات في الكنيسة يلي ما كان حدا منتبه لها. يعني نحن بهالسنة لاحظنا وجود بعض العائلات، الآباء والأمهات يلي أولادهم تركوهم وسافروا، ما في مين يعايدهم، ما في مين يهتم فيهم. مش بس بالأكل، وصلت لدرجة أنه وصلنا بالكنيسة مارلياس لبعض البيوت يلي ما في مين يحممهم. ففي عندنا مجموعة من السيدات يلي بتدور كل أسبوع على هول البيوت بتحمم الكبار العمر يلي قاعدين ببيوتهم، أولادهم سافروا ما عندهم حدا يهتم فيهم، غير الأكل، غير اللبس، غير الاحتفال، الفرحة يلي هو يعني كمان اليوم المشاعر هي أهم من الشيء المادي أكيد. يعني بكفي أنك تزورهم ببيتهم وتاخذ لهم هديه ولو بسيطه، في حدا عم يسال وتسمعهم وتضحك لهم وتسليهم، ليحسوا انه بالفعل الرب زارهم والكنيسه معهم وكلياتنا مع بعضنا البعض عيله واحده بسوريا. أبونا، يمكن القصة اللي حكيتها أو مو القصة، الواقع يلي عم يصير هو تجسيد لمعاني الميلاد طبعا. هو العطاء. وقت كنا صغار ليا كان في شجرة مو نزينة بالطابات، نزينة بكل عمل حلو عملنا. قديش اليوم الأطفال فينا نزرع فيهم هذا الشيء بس يكبروا يمكن يجسدوا معاني الميلاد، مو من خلال طابة، من خلال عمل إنساني يرسم البسمة على حتى على ولد تاني فقير. أنا كمان غير أنه راعي كنيسة مارلياس، أنا مدير مدرسة الأسية بجرمانة. فبالمدرسة كمان عندنا فرصة أنه مع هالأطفال الموجودين يلي هن مش بس من لون واحد أو من طائفة واحدة، هن مشكلين أكيد من العائلة السورية كلها. فلاحظت انه كلياتهم على قلب واحد، على روح واحده، على فكر واحد، حابين انه يعيدوا هالسنه كله مع بعض البعض. فكله شارك بالشجره، وكله شارك بالهدايا، كله شارك باشياء هو عملها بايده. يعني قلنا لهم مش ضروري الهديه تكون غاليه، ممكن الهديه انك انت تروح تقول نكته لواحد ختيار، تضحكه تفرحه يحس فيك. فعملنا شجره اسمها شجره الفضائل. شجرة الفضائل كل واحد عمل عمل يكتب لنا اياه، وعلى ورقه فيها ايفا وبري بنعلق له اياها على الشجره. وانا برايي كانت هي اجمل شجره انعملت يلي كلها فضائل الاولاد الصغار يلي عملوها بالفعل محبه مجسده، مثل ما الرب يسوع المسيح محبته تجسدت وظهر بيناتنا بالجسد يعني وقدم لها الحب. اليوم قديش مهم انه نحن عن جد نشوف اعمال اطفالنا لحتى هيك نشوف قديش هن مهمين وقديش هن معطائين. يمكن بس الواحد يكبر ببعد شوي، بينشغل بمشاغل الحياه، بس دائما الاطفال هن العطاء، هن الحب، هن الصادقين، هن الصادقين. ابونا، كثير من الكبار بفكروا العيد هو افخم شجره، هو افخم طاوله من مدة اما ليله العيد او على غدا الميلاد. اليوم كثير في عالم هي ما فيها تاكل منيح مثل قبل، في كثير عالم يمكن جاري عليها الزمان، في كثير عالم اولادها مسافرين مثل ما ذكرت حضرتك. اليوم قديش مهم انه نحن زينه الميلاد انه
تكون شوي محدوده، لانه في ظروف صعبه عم تمر على العالم، من مرض، من بعد، من اوجاع داخليه ايضا. يعني الكلام حضرتك مزبوط 100%، ومشان هيك كان في توجه يعني عند صاحب الغبطه البطريرك يوحنا العاشر الرياضي انه الاعياد بنعيده لغبطه البطريرك. اكيد بدنا نقول له ميلاد مجيد ان شاء الله. وكل الساده البطاركه كمان اكيد. يعني كان توجه طبعا انه الاحتفالات تكون مع اولاد، مع العائله، يعني بالبيت وبالزيارات، بالافتقاد، قد ما نقدر نوزع لهم حب ونوزع لهم مساعدات وشو فينا نعمل. صحيح بابا نويل كانوا فاكرين انه ما رح، بس بابا نويل اجا أكيد. بس بشكل ثاني، اجا بكل بسمه طفل، واجا بكل مساعده شاب وصبيه، ويعني حتى انه في بعض ما استنوا الميلاد، في بعض الاعراس انه فضلوا انه حفله العرس انه يقدموها لميثم، نفس القيمة تتقدم لميثم، أو حتى التعازي أنه قالوا أنه بدل ما نعمل لقمة رحمة والأكل ينكب وكثير وكذا، نقدم هالقيمة للأطفال المحتاجين والأسر المحتاجة، وسبقونا فيها العائلات. هذا بتدل أنه شعبنا الطيبة فيه مزروعة من 10,000 سنة، أكيد. يعني مو من 2000 بس سنة، أكيد ما في شيء، وهي ظهرت بالجينات تبعيته. صحيح. نحن هلا بالظروف معروف انه باي ظرف بيمر فيه مجتمع معين بترافقه افات. من هيك انه لازم العائلات تتكاتف مشان تواجه الافه بالفضيله. يعني شوف نحن اليوم شو هي الافات ممكن تضرب مجتمعنا بسبب الازمه اللي عم نمر فيها، ونحاول انه نعكسها بشيء ايجابي. فهذا عم نحاول انه المستقبل تبعنا يلي هو اولادنا، اللي هن اطفالنا، عائلاتنا، اسرتنا، انه تضل متماسكه وقويه وقادره انه تحول الحزن لفرح. اكيد. وهذا اللي عم نشوفه على وجوه اولادنا بالطرقات، وين ما رحنا الابتسامه على وجوه الكل، اشتقنا لهم. يعني اشتقنا عن جد، اشتقنا. اكيد اشتقنا على الابتسامه بظل الظروف الصعبه اللي كلنا عم نعيشها، ولكن احيانا بنشوف انه الصلاه او الطلب من الله، نطلب من رب العالمين انه بس يعطينا الصبر والقوه والايمان انه ان شاء الله بكره رح يكون افضل. كل سنة يمكن شباب بكنيسة مار الياس أو نقول سواعد الكشاف تعمل، تفتتح أكبر مغارة للميلاد، ويمكن نحن واكبنا كمان الإخبارية السورية كانت على مدار حتى سنين الحرب، كل سنة بنشوف المغارة موجودة بمعانيها برمزها، وأيضا شفنا زوار كتير بيجوا بيعطوا هيك بياخذوا من المغاره شويه جرعه من الطاقه. قديش كمان الشباب اليوم دورهم بالكنيسه لازم يكون حاضر بهيك قصص، لو نحن بظروف صعبه بيقول لك هلا مو وقت المغاره، لا هلا وقتها للمغاره. او نحن يعني احيانا ممكن يجينا فكر انه هالسنه بلا ما نعمل هالنشاط، بس صرنا نتردد نرفض رفضا قاطعا. ليش؟ لانه صارت المغاره هي مثل موعد لكل الشعب السوري، عندهم لقاء. يعني حتى هنا بسوريا يدقوا لنا انه هالسنه امتى بدنا نتقابل بالمغاره، فصفينا كانه يعني هذا موعد بين الحبيب والمحبوبه. يعني انه اكيد انه المغاره اللي بتستقبل اولاد كل اولاد السوريين، فالشباب يعني الله يعطيهم العافيه كل سنه ما بيقصروا، كل سنه بيبدعوا، بيعملوا شيء جديد وعملوا شيء كذا لانه بيحبوا، والمحبة تبعيتهم هي اللي بتقودهم لأنهم يبدعوا بعملهم. وهذا الموعد اللي صار ثابت كل سنة نتشوق له، يعني بصير ناطرين اليوم اللي يجي تنجمع كلياتنا مع بعضنا البعض حول الطفل يسوع بالمغارة اللي بتضم كل السوريين مع بعضنا البعض، وتنورجي العالم كله لأنه عم تنقل عن طريقكم وعن طريق الإعلام كمان، نورجي العالم قديش الشعب السوري متكاتف مع بعضه، بيحب بعضه، وقديش بعده يعني اليوم بالفعل أعظم شعب بالعالم هو الشعب السوري. يعني إذا ما بدي كثير زاود، بس إنه كمان بقول إنه أعظم جيش هو الجيش السوري، وأعظم قيادة هي القيادة السورية، لأنه ما في حدا مر بسنين مثل ما نحن مرقنا وصمدنا هالصمود إلا لو كان الله معه. صح. من هيك نحن بنقول إنه سوريا الله حاميها. هذا مانو شعار، هي حقيقة، هي حقيقة، هي حقيقة كتابية، لأنه السيد المسيح لما قابل بولس الرسول على أبواب دمشق قال له من الصعب عليك أن ترفس المناخس، لمن رايح يا بولس؟ ما بتقدر تفوت على دمشق. قال له ماذا أفعل يا رب؟
قال له ادخل إلى دمشق وهم يقولون لك ماذا تفعل. يعني كل اللي عمله بولس الرسول من وراء مشورة أهل دمشق له، معناته أنه الله حامية لدمشق، حامي الشام، وهي اللي أعطته لبولس الرسول مبشر الأمم كل الدفع اللي انطلق فيه له. أكيد أكيد. أبونا بالختام اليوم خلينا نشعل شمعة وندعي لكل مريض، ندعي لكل محتاج من حضرتك، خلينا هيك كلنا ندعي سوا بيوم الميلاد لحتى هيك يخفف أيام صعبة الرب يسوع على كل العالم. إن شاء الله هي شمعة منضوية يعني لكل مثل ما تفضلتي مريض، وكمان كل جريح بالجيش العربي السوري، وقدام قبر كل شهيد بالجيش، وقدام كل شهيد كمان ارتقى بهالايام الى السماء، ان كان من شعبنا المؤمن المناضل وان كان من الجيش العربي السوري. هي الشمعه منشان تنور الطريق امام كل المسؤولين يلي محتاجين صلاه ودعم، نحن وراهم بظهرهم جنود كرمال يعني الله يهديهم للطريق الناجح ان شاء الله. امين يا رب. يعني مع هالدعوات بدنا نقول ان شاء الله هيك ميلاد مجيد، ميلاد مجيد على كل الناس، وسنه جديده خير وبركه يا رب على الجميع. يعني ابونا اختصرت معاني ورسائل يمكن من خلال هذا الحديث، ودائما نحن كمناسبه خلينا نقول يمكن هي مناسبه دينيه، ولكن نحن ديننا هو للجميع، دين التسامح، دين المحبة، نحن أخوة بسوريا. يمكن هذا التلون اللي بنشوفه بسوريا لوحة الملونة خلينا نقول ما بيلتقى بأي بلد. عيدنا واحد أكيد، ودعائك إن شاء الله هيك ودعاء الجميع مستجاب. ميلاد مجيد وكل عام وجميع السوريين بألف خير. ألف خير، آمين يا رب. ميلاد مجيد، ميلاد ألف خير. مجيد. شكرا لحضوركم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا للاستضافة الحلوة، وشكرا لك أبونا، وينعاد عليك وعلى عائلتك يا رب، والله يقويك، وهيك دائما الكنيسة بتضل منورة لوجودكم. ميرسي لك، شكرا، أهلا وسهلا.